السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موقع اسمه ريروم AI. الموقع ده عبارة عن ايه؟ ان انت تقدر تصمم الغرفة بتاعتك الافتراضية من خلال الذكاء الاصطناعي. على سبيل المثال هتبدأ ترفع الصورة اللي انت عايزها، ولو هي سكتش مرسومة بالايد لازم تعلم هنا على انها سكتش، فهتقول له براويت او هتقول له دراج اند دروب، يعني تسحب الصورة وتحطها. فمثلا هختار الصورة ديت واقول له اوبن، وبعد كده اختار بقى الديزاين اللي انت عايزه. عايز حاجات مثلا بالشكل دوت، عايز تختار اول حاجة ليفينج روم ولا عايز تختار ايه، هو يبدأ يطبق لك الستايل اللي انت عايزه على الصورة اللي انت رفعتها. هل انت كيتشن ولا بيدروم ولا باثروم ولا ديننج ولا صدر، الستايل اللي انت عايزه، واختار بقى الفكرة اللي انت عايزها بالشكل دوت. هو بقى يطبق لك الفكرة على الصورة اللي انت رافعها. طيب عايز تزود ديتيل مثلا في اللايتنج الحاجات دي كلها، وبعد كده تقول له اعمل لي ريندر للصورة ديت وطبق لي فيها الفكرة الجديدة. فهو عندي الاوريجينال، وبعد كده هنشوف الجنريت اللي هو يعملها هتبقى عاملة ازاي. هو عملها بالشكل دوت، وطبعا لان احنا عاملينها ببلاش فهو كاتب ريروم AI. ممكن تستعين بموقع تانية تحذف لك الوتر بارك لو انت عايز، لكن الافضل طبعا ان انت لو هتستفاد منها ماديا ان انت تدفع فلوس، ودي هو غير بعض الحاجات في الستايل. طبعا لو دفعت فلوس هيديك اب سكيل اكتر، هيديك نوشي العالم المائية، هيديك ان في صور كتيرة تطلع لك بصورة واحدة وهكذا.